بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإيمان هو من أعظم مراتب الدين الإسلامي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المرتبة الثانية فوق الإسلام وبعده مرتبة الإحسان، وذلك يتضح من حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه الكرام، فجلس إليه وهم ينظرون إليه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يقول الصحابة رضي الله عنهم، فعجبنا له يسأله ويصدقه. أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم خرج، أي خرج جبريل وهو بصورة رجل وهم لا يعرفونه. قال: فلبثنا مليا، أي قليلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الرجل. فخرجوا وطلبوا فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقوله يعلمكم أمر دينكم هذا دليل على أن الإسلام والإيمان والإحسان أنها هي الدين، هي دين الإسلام، وأن دين الإسلام يتكون من ثلاث مراتب بعضها فوق بعض. المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان. والذي نريد التحدث عنه الآن هو المرتبة الثانية وهي الإيمان.
فالإيمان معناه في اللغة التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا هو الإيمان في اللغة. وأما الإيمان في الشرع، تعريفه الشرعي، فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فهو يتكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان بأن يعلن الإيمان بلسانه، بأن يقول آمنت بالله ورسوله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا باللسان إعلان يعلنه بلسانه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ينطقون بها معترفين بها. واعتقاد بالقلب، ما يكفي القول باللسان، بل لا بد من الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب، فيصدق قلبه ما ينطق به لسانه ويعتقده في قلبه. لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعلنون الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج غير ذلك، لكنهم لا يعتقدونه بقلوبهم، فهم ليسوا مؤمنين، ليسوا مؤمنين، وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ولكنهم مكذبون بقلوبهم، لا يعتقدون ما قالوا بألسنتهم، لذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولا يكفي هذا، لا يكفي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب، بل لا بد من العمل بالجوارح، لا بد أن يعمل بأحكام الإسلام وفرائضه وشرائعه. أما إذا عطل العمل ولم يعمل فليس بمؤمن، وإن كان ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه، إذا عطل العمل ولم يعمل بدون عذر شرعي فليس بمؤمن. إذن لا يكون مؤمنا إلا من جمع الأمور الثلاثة: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، هذا هو المؤمن حقا، هو المؤمن حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. والله قرن الإيمان بالعمل في كثير من الآيات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أنه
لا بد من العمل بالجوارح بنية صادقة وإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك. العمل داخل في حقيقة الإيمان، ولا إيمان لمن ليس عنده عمل. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو تعريف مأخوذ من الكتاب والسنة وليس تعريفا اصطلاحيا، وإنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة. هذا هو تعريف الإيمان. فالإيمان له أركان، هذه أركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أنكر واحدا من هذه الأركان فليس بمؤمن، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. والإيمان له شعب كثيرة وأعمال كثيرة، كل الطاعات والعبادات والاعتقادات والأقوال والأذكار كلها من الإيمان، لكنها مكملات، وأما الأركان والدعائم فهي هذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان دعائم يقوم عليها الدين لا بد منها، وبقية الأعمال فهي مكملات لهذه الأركان ومتممات لها، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دل على أن الإيمان له شعب وهي كثيرة، كل الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، قولية كانت أو فعلية، كلها من شعب الإيمان. بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. وقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، يدل على أن الإيمان يتفاوت منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك. إيمان الناس ليس على حد سواء، الناس والمؤمنون يتفاوتون في الإيمان، بعضهم أثبتوا إيمانا من بعض وأكملوا إيمانا من بعض. فمن استكمل هذه الشعب واستوفاها فقد استكمل الإيمان، ومن نقص شيئا منها نقص إيمانه بحسبها. ولهذا يقول أهل العلم: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة، كلما حصل منك طاعة لله عز وجل زاد إيمانك. الصلاة تزيد الإيمان، والزكاة تزيد الإيمان،
الصدقة تزيد الإيمان، التسبيح والتهليل والتكبير وجميع الطاعات تزيد الإيمان وتقويه، والمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه وقد تزيله ولا يبقى منه شيء. فالإيمان يتفاوت في الناس ويزيد وينقص حتى يكون مثل حبة الخردل أو وزن حبة الخردل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف، يكون إيمان ضعيف ويكون أضعف، حتى ربما لا يبقى منه إلا حبة خردل. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان يضعف إلى أن يكون كحبة الخردل أو أقل، وأنه يزيد حتى يكون أمثال الجبال الرواسي. وفي الحديث الذي سمعنا في شعب الإيمان قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، فهذا معنى قول أهل العلم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا كان كذلك فعلى العبد أن يتعاهد إيمانه بالطاعات، يكثر من الطاعات والحسنات حتى يقوى إيمانه، ويتجنب المعاصي والسيئات حتى لا يضعف إيمانه أو يزول. وإذا حصل منه شيء من الذنوب والمعاصي يبادر بالتوبة والاستغفار حتى يرقع هذا الخلل الذي حصل في إيمانه. هكذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية، ويتفاوت في القلوب والأعمال حتى يتفاوت أهله في الدرجات يوم القيامة، وفي الجنات تفاوتون، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. تفاوت درجاتهم يوم القيامة في الجنة بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. هذا هو الإيمان حقيقته وأركانه وشعبه. فليس الإيمان مجرد دعوة يقول الإنسان أنا مؤمن ويدعي من غير تحقيق. ولهذا قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ما وقر في القلوب من اليقين والصدق وصدقته الأعمال الظاهرة، صدقته الأعمال الظاهرة على الجوارح، هذا هو الإيمان. وأما ثمرات الإيمان
الإيمان له ثمرات عظيمة، ثمرات ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. الله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمرهم بأشياء فيها تكميل إيمانهم، وينهاهم عن أشياء فيها إضعاف إيمانهم وتقليله. يأمرهم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نداءات كثيرة من الله لأهل الإيمان تشريفا لهم، حيث ناداهم بصفة الإيمان، لأن إيمانهم يقتضي منهم أن يستجيبوا لله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإيمان له ثمرات، منها نيل الجنة والمنازل العالية فيها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. هذه ثمرات الإيمان. ومن ثمرات الإيمان أنه يحجز صاحبه عن المعاصي. الإيمان الصادق يحجز صاحبه عن المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإيمان يحجزه عن هذه الجرائم، وإنما يقع فيها من ليس عنده إيمان أو عنده إيمان ضعيف. أما من عنده إيمان صادق وقوي فإنه يحجزه من الوقوع في هذه الجرائم. ومن ثمرات الإيمان أنه يحمل صاحبه على المسابقة إلى الخيرات والطاعات دائما وأبدا. فالمؤمنون دائما في مقدمة العباد في طاعة الله سبحانه وتعالى، إيمانهم يحملهم على المسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات،
وأما ضعف الإيمان أو النفاق فإنه يكسلهم عن الطاعات والخيرات. ثمرات الإيمان كثيرة وعاجلة وآجلة، فعلى المسلم أن يحقق إيمانه وأن يتعاهده من النقص أو من الزوال، فإن الإنسان قد يكون مؤمنا ثم يعرض له فتنة أو تعرض له شهوة فيتخلى عن إيمانه ويبيع دينه بعرض من الدنيا، تعرض له شبهة والعياذ بالله فيزيغ ويرتد عن الإيمان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم يحافظ على إيمانه أكثر مما يحافظ على نفسه أو يحافظ على ماله أو يحافظ على حرمته. حافظ على إيمانه دائما وأبدا، يتجنب الفتن لئلا تضله عن سبيل الله، يتجنب دعاة السوء ودعاة الضلال والمذاهب الهدامة، يتجنب الفضائيات الهابطة والفضائيات التي تشكك في الإيمان وتشكك في الدين، يتجنبها لئلا تزله عن الإيمان، فهو يحافظ على إيمانه ولا يعرضه للمؤثرات. حافظ على دينه، يحافظ على فرائض الله حتى يكون مؤمنا حقا، وحتى يثبته الله على الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يقول لهم آمنوا وهم مؤمنون؟ وناداهم الله بالإيمان، هذا معناه أن الإيمان دائما وأبدا بحاجة إلى التعهد، تعاهد له والمزيد والتزود من خصال الإيمان حتى يكون إيمانا صادقا ويكون هاديا لصاحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والله جل وعلا يهديهم بسبب إيمانهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعرف ما هو الإيمان وما هي أركانه وما هي شعبه وما هي مكملاته وما هي منقصاته حتى يحقق إيمانه تحقيقا عن علم وعن معرفة. أما من يجهل هذه الأمور فإنه قد يظن أنه مؤمن وهو ليس بمؤمن، قد يظن أنه يبقى على إيمانه ولا يبقى، حينما تعرض له الفتن والصوارف التي تصرفه عن إيمانه. فعلى كل مسلم أن يحافظ على إيمان، خصوصا في أيام الفتن والشرور كهذه الأيام التي تموج فيها الفتن
قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ما هو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، تفتنه الدنيا، يفتنه المال، يفتنه الشهوات، تأخذه التشكيكات من أهل الضلال، فيمسي كافرا والعياذ بالله. فهي فتن خطيرة لا يأمن الإنسان على نفسه منها، ومعنى ذلك أن يتجنبها ما استطاع، أن يتجنب الفتن وأهلها ما استطاع، يبتعد عنها، وأيضا يتسلح بالعلم، بالعلم النافع الذي يقاوم به الشبهات ويرد على أهل الضلال، وإلا فهو على خطر، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالإيمان منة من الله. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقبلها يقول سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالإيمان منة من الله سبحانه وتعالى، يمن بها على من يشاء، ولكن هذه المنة لها سبب، وهي أن العبد يقبل على الله ويطلب العلم ويتعلم ويكثر من الأعمال الصالحة حتى يترسخ الإيمان في قلبه ويزيد اليقين في قلبه. سمعتم قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأكثروا من استماع القرآن بحضور قلب حتى يزيد إيمانكم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فاستماع القرآن والإنصات إليه بحضور قلب هذا مما يرسخ الإيمان. مجالسة الصالحين وحضور مجالس الذكر ومجالس العلم هذا مما يقوي الإيمان ويرسخ الإيمان في قلب المسلم. فعليكم أن تحرصوا على ما يزيد في إيمانكم، وأن تحذروا مما يضعف إيمانكم أو يزيله بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خصوصاً إذا اشتدت الفتن في آخر الزمان، فإنه في آخر الزمان تعظم الفتن ولا يثبت إلا من في قلبه إيمان راسخ قوي، وإلا فإنها تزله الفتن. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله،
فإذا أصابه فتنة وأذى من الناس لا يصبر على دينه، يقول هذا بسبب ديني فيتخلى عن دينه ليتجنب الأذى كما يقول. فهو كالذي فر من الرمضة إلى النار، فلو أنه صبر على الفتن وتمسك بإيمانه لنجا، ولكنه لما ترك إيمانه خوفا من أذى الناس فهو كالذي فر من الرمضة إلى النار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تبتلى أيها المسلم، تبتلى في هذه الدنيا، فعليك بالصبر والثبات والتحمل والبقاء على دينك مهما كلفك ذلك، فإن العاقبة للمتقين. ولا تستعجل، وهذا شيء جرى على الرسل وعلى أتباعهم، أوذوا في سبيل الله وقوتلوا وأخرجوا من ديارهم حتى كتب الله لهم النصر في العاقبة، والعاقبة للمتقين. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف هذا، أنه لا يكفي أن الإنسان يدعي الإيمان أو يزكي نفسه ويقول أنا ليس علي خطر، أنا مؤمن وأنا أعرف، ليس علي خطر من الناس ولا من الشبهات. لا يزكي نفسه، بل يلجأ إلى الله ويسأل الله العصمة والثبات على دينه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان الصادق وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم سماحة الوالد ونفع بعلمكم. هناك الكثير من الأسئلة، قد لا يتسع الوقت ويقصر عن الإجابة عليها جميعا، فنرجع إلى وقت آخر، وإن استطاع السائل أن يلقيها على الشيخ من خلال موقع الشيخ الإلكتروني فذاك حسن. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، سؤالي في هذه الأيام يخوض الناس بمسألة البدعة والمبتدعة بين إفراط وتفريط، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الضابط والقاعدة في الفرق المبتدعة التي هي من الفرق 72 و73، نرجو بيان ذلك بقاعدة عامة. أنت لا تعرف البدعة من السنة إلا إذا عرفت الحق، إذا عرفت الحق، وذلك بتعلم العلم النافع الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو السنة. والبدعة ما خالف السنة مما أحدثه الناس من الأمور من عند أنفسهم أو من عند غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهو بدعة مردودة على صاحبها. وقال عليه الصلاة والسلام:
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالسنة ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، هذا هو السنة. والبدعة ما أحدث بعد ذلك مما ليس له أصل في كتاب الله سنة رسوله وعمل خلفائه الراشدين. والفرق 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو السنة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو السنة، وما خالفه فهو الضلال، وصاحبه في النار متوعد بالنار. وكيف تعرف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ تعرفه بتعلم العلم النافع، بدراسة القرآن الكريم، ودراسة الأحاديث النبوية الصحيحة، والتلقي عن أهل العلم والبصيرة. هذا من أسباب التمسك بالسنة، والجهل بذلك من أسباب الدخول في البدع. قد يدخل الإنسان في البدع لأنه لا يدري أنها بدع، يظنها طيبة، يدخل فيها بسبب جهله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجهل داء قاتل. ارتكاب البدعة يكون لسببين: السبب الأول الجهل بالسنة، السبب الثاني الهوى والعياذ بالله. قد يعرف السنة لكنه يتبع هواه ولا يتبع السنة. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وهذه صاحبها خالد مخلد في النار، كالذي يدعو مع الله إلها آخر، يستغيث بالأموات والأولياء والصالحين. والله جل وعلا يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون. فهذه بدعة مكفرة، البدعة الشركية هذه مكفرة، صاحبها خالد في النار إلا أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يموت ويرجع إلى السنة وإلى التوحيد. والنوع الثاني من البدع دون ذلك، التي دون الشرك ودون الكفر، فهذه ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه ضلالة وصاحبها متوعد في النار وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما موقفنا العام وفرضة العلم
ممن يسيء لأهل العلم وينتقصهم. موقفكم أن تناصحوهم، أن تذكروا لهم أنه لا يجوز اغتياب المسلم عموما، لا يجوز اغتياب المسلم ولو كان من العوام أو من الجهال. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة معناها بقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. على كل حال، لا تذكر أخاك الغائب بما يكرهه من أخطائه، بل عليك أن تمسك عن ذلك، وإذا كان عندك الشفقة على أخيك فتناصحه وتبين له خطأه، تبين له خطأه من باب النصيحة. والنصيحة واجبة، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك بالغيبة، لأن الغيبة لا تزيد الأمر إلا خطورة. أما النصيحة فقد ينفع الله بها المنصوح، يتراجع عن خطئه. أما الغيبة واغتيابه في المجالس فهذا يزيد الشر شرا. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ يقول: إذا كنت أتوقع وصولي من السفر قبل صلاة العصر، فهل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر إلى أن تدخل البلد، ولكن إذا كنت تعلم أو يترجح لديك أنك تدخل البلد قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فالأحسن والأفضل أن تؤخرها ولا تجمع، فإذا وصلت إلى البلد تصلي مع الجماعة، هذا أفضل لك وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي أخ يتيم يعيش معي وأنفق عليه، فهل يجوز لي أن أخذ من راتبه الذي يصرف له من الضمان الاجتماعي؟ ما دام له راتب يصرف له من الضمان الاجتماعي فأنفق عليه من راتبه، أنفق عليه من راتبه. وإن أنفقت عليه من عندك ووفرت له وحفظت له ما يأتيه فهذا أحسن، وإن أنفقت عليه مما يأتيه فهذا لا بأس، وإن بقي شيء فتحفظه له ولا تأخذ منه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان أحد طرفي الصف في الصلاة أطول من الآخر، فماذا يلزم الإمام؟ الإمام يتعاهد الصفوف قبل أن يكبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يأمر المصلين بتسوية الصفوف، ومن تسويتها تعديلها، تكون متعادلة ويوسط الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: وسطوا إمامكم، فتعدل الصفوف ويكون الإمام في الوسط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أديت عمرة وانتقض وضوئي في أحد الأشواط ولم أقم بالوضوء، فماذا يلزمني؟ يلزمك أن تتوضأ وأن تعيد الطواف، لأنه بطل بانتقاض الوضوء، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، شرط لصحة الطواف، فتعيد الوضوء وتطوف طوافاً على طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: ما هو الأرجح
الإرجاء هو إخراج العمل من الإيمان، يعني يقول الإيمان العمل لا يدخل في الإيمان، العمل قول باللسان أو العمل أو الإيمان اعتقاد بالقلب أو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل الإيمان فيه. هذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء. الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، يكون الإنسان مؤمنا ولو لم يعمل. نعم. أحسن الله يكون سمحت. الوارد يقول عندي زكاة من المال، هل أعطي زوجتي من هذه الزكاة؟ زوجتك تنفق عليها، واجبة نفقتها عليك، وإذا أنفقت عليها ليست بحاجة إلى الزكاة. نعم. يقول هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم إذا كان خلف الإمام، وإذا كان الإمام لا يجعل وقتا لقراءة الفاتحة لمن خلفه؟ إن تمكن المأموم من قراءة الفاتحة إنه يقرأها، وإذا لم يتمكن فإنها تصح صلاته ويتابع إمامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن تبين لصاحب الفضيلة ما معنى الكفاه العراة يتطاولون في البنيان، وهل ينطبق على أهل هذا الزمان؟ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، مراد بهم الأعراب والبادية التي كانت تتقفر الكلى في البراري ولا تسكن في المدن ولا في القرى، وإنما يتبعون القطر والكلى، ليس لهم بلد أو قرية يأوون إليها. في آخر الزمان يتركون المواشي ويدخلون في المدن ويبنون العمارات والبنايات، يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول هل يجوز إخراج زكاة المال في مصارف التعليم وكفالة طلبة العلم؟ لا، الزكاة تصرف في المصارف التي ذكرها الله في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين إلى آخر الآية، ثمانية مصارف تحصر الزكاة فيها، وما عدا ذلك من إصلاح المساجد أو بناء المساجد أو المدارس هذه تمول من التبرعات لا من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أحد الأخوة أذهب إلى جدة لإجراء بعض الأعمال، وإذا انتهيت من أعمالي فهل يجوز لي أن أحرم من جدة ثم أعتمر؟ إذا كنت نويت أو ناويا للعمرة عند مرورك في الميقات يجب عليك أن تحرم من الميقات، لا تتجاوز الميقات وأنت تريد العمرة أو الحج إلا وأنت محرم. قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإن تجاوزت الميقات ولم تحرم فإنك ترجع إليه وتحرم منه، فإن أحرمت بعدما تجاوزته يكون عليك فدية لأنك تركت واجبا من واجبات النسك. أما إن مررت على الميقات وأنت لا تريد عمرة ولا حجا ولكن بعدما تجاوزته أو دخلت مكة نويت أن تعتمر أو أن تحج فإنك تحرم من المكان الذي نويت منه، من المكان الذي نويت منه، إلا أن تنوي عمرة وأنت في مكة فلا تحرم بها من مكة، إنما تخرج إلى الحل، تحرم من الحل خارج الأميال. وأما الحج فتحرم به من مكة إذا نويته وأنت في مكة لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: هل اختلف أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة؟ لو اختلفوا فالعبرة بما يقوم عليه الدليل في الجماعة وغيرها، خلاف أهل العلم يعرض على الدليل، فما وافق الدليل وجب علينا أخذه، وما خالف الدليل وجب علينا تركه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنحن لسنا مكلفين أن نأخذ بأقوال العلماء التي لا دليل عليها، بل لا يجوز لنا ذلك، وإلا نكون مثل اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وما معنى ذلك؟ أنهم أحلوا لهم الحلال الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أخذ قول من الأقوال وإن كان قائله من أهل العلم، فإنه لا يجوز أخذه إذا أخطأ الدليل، لا يجوز أخذ قول المجتهد إذا خالف الدليل في صلاة الجماعة وفي غيرها. والدليل في وجوب صلاة الجماعة مع من أوجبها، الأدلة من الكتاب والسنة مع من يرون وجوب صلاة الجماعة، وأما من يقولون بعدم وجوبها فإنهم مخالفون للأدلة، ولا عبرة بقولهم، ولا تبرأ الذمة بالأخذ بقولهم، وهم معذورون في أنفسهم لأنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر على اجتهاده، لكن لا يتابع على خطأه. نعم. أحسن الله إليكم سمحت الوالد، يقول: حكم وضوء من يضع على جلده بعض الكريمات، هل يشترط إزالتها لصحة الوضوء؟ لا، الأدهان سائر أنواعها، الأدهان التي على الجلد سائر أنواعها لا تمنع صحة الوضوء، لأنها لا تمنع جريان الماء على الجلد، لا تمنع جريان الماء على الجلد، فهي لا مانع منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. واجبنا أن نحبهم ونحترمهم
ونجلهم لأنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المؤمنين منهم، وأما من كان من قرابة النبي وهو لم يتبعه ولم يؤمن به فإننا لا نحترمه ولا نجله. هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، فهذا نعتبره كافرا. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه السورة التي تعرفونها، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فالمدار ليس على القرابة فقط، المدار على الإيمان، وإذا انضافت إليه القرابة فهي زيادة خير، وأما مجرد القرابة من غير إيمان فلا عبرة بها. يجب أن نعرف هذا. إنما القضية في الاتباع لا بمجرد القرابة، إذا اجتمع إيمان وقرابة زادت المحبة وزادت المنزلة عند الله وعند المؤمنين. أما إذا انفردت القرابة عن الإيمان فليس لها اعتبار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد عبد الأخ يقول: كنت في رمضان في منطقة برية وليس فيها مساجد، ونفطر على أحد البرامج التي تكون في الجوال، فتقدم بالخطأ بمدة 10 دقائق فأفطرنا، ثم تبين لنا أننا أفطرنا قبل الوقت فأمسكنا بعد أن أكلنا ثمرات، فهل نعيد هذا الصوم هذا اليوم؟ هم في البر، السؤال هو يقول في البر. يا أخي البر عندك الشمس، تشوف الشمس إذا غربت في الأفق وأقبل الليل من الشرق فإنه حل الإفطار، ما تنظر في الجوال ولا في، تنظر في الشمس وفي إقبال الليل من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فأنت تنظر في الشمس غروبها، ألا تنظر إلى الجوال أو غيره. الحاصل أنكم أفطرتم قبل الوقت، فعليكم أن تعيدوا هذا اليوم، تقضونه لأنه لم يكمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعذر المسلم لبلاد الإسلام من جهل في أمور الاعتقاد مثل الإتيان ببعض أعمال الشرك؟ من بلغه القرآن وهو عربي يفهم اللغة العربية، القرآن باللغة العربية، فإنه لا يعذر بالجهل، خصوصا في العقيدة. الله نهى عن الشرك في كثير من الآيات، الأمر واضح، وأمر بإخلاص العبادة لله، هذا يعرفه العامي والمتعلم، من قرأ القرآن أو سمعه عرف ذلك، فلا يعذر بالجهل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما رأيكم في من يسأل عن معنى لا إله إلا الله فيقول معناها أن الله هو الخالق المدبر، ولا يقول بأن معناها لا معبود بحق إلا الله؟ هذا يقوله المشركون من قبل، يقولون الله هو الخالق المدبر المحيي المميت الرازق، هذا قاله المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. الذي يدخل في الإسلام هو العبادة، أن لا يعبد إلا الله وأن يترك الشرك، هذا هو الذي يدخل في الإسلام، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله، ما قال لا رب، قال لا إله، والإله هو المعبود، والألوهية هي العبادة، ما قال لا رب إلا الله، لأن هذا شيء معروف أنه لا رب إلا الله، ولكن الألوهية هي المقصودة، وهي التي بعث الله بها الرسل
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المدار على الألوهية. وأما الربوبية فهي معروفة عند الناس كلهم بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: وصية النصيحة لمن يكون له صياع على تركة آبائهم ثم يقصرون في أداء هذه التركة بالنسبة للبنات. هذه الوصية أمانة، حملها الموصي للموصى، حمله إياها، يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يقوم بها وأن ينفذها كما قال الموصي، إلا إذا كانت الوصية تخالف الكتاب والسنة فلا يجوز تنفيذها. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا جناح عليه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا جناح عليه. نعم نعم. فالحاصل أن وصية الجنف لا يجوز، وهي الحيف والجور، لا يجوز أن تنفذ. وأما وصية العدل فيجب تنفيذها. قال الله سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا جناح عليه أن يصلح. فالجنف يعدل، ولكن من الذي يعدل الجنف؟ هو القاضي، يرجع إلى المحكمة الشرعية، تعرض الوصية على القاضي فيعدلها إذا كانت غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: هل الغسل للجنابة يجزئ عن الوضوء وكذلك الغسل للجمعة؟ حسب النية، إذا نوى دخول الوضوء مع الغسل يدخل، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال وعمم الماء على جسمه كله فإنه يصح هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: عندنا في قريتنا مسجد صغير وبجواره عدد من القبور ملاصقة للمسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ وهذه القبور ليست في القبلة ولكنها في الجهة اليسرى للمصلين. إن كان هذا المسجد في المملكة العربية السعودية فيجب أن تكتبوا للإفتاء عن واقع المقبرة، والإفتاء يطلب تقريراً صحيحاً من لجنة مكونة تعطي الواقع ثم يفتي فيها، تعملون بالفتوى. أما إذا كان هذا في غير المملكة فتسأل علماء تلك البلاد، لأنه ليس لنا سلطة على البلاد الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: هل يجوز لي أن أجمع العصر إلى الجمعة وأنا مسافر؟ لا، العصر لا تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، وإنما تجمع العصر مع الظهر، مع صلاة الظهر، هذا الذي عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: كثر في هذه الأيام تهاون كثير من الناس بأمن الصلاة، قد يترك بعض الناس الصلاة جماعة بدون عذر، وأحيانا يؤخرها عن وقتها كذلك بدون عذر، وأحيانا حتى يخرج وقتها، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ أما من لا يصلي مع الجماعة فهذا تارك لواجب يأثم عليه، صلاته صحيحة لكن يأثم بترك الواجب. الله أوجب على المسلم إذا سمع النداء أن يصلي مع الجماعة ويجيب النداء، فإذا ترك ذلك وصلى منفردا أو في بيته صحت صلاته، ولكن يكون عليه الإثم بترك الواجب وهو حضور صلاة الجماعة. وأما الذي يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فإنها لا تصح منه ولا تقبل، لا تصح منه ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتوب إلى الله
وأن يحافظ على الصلاة في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نرجو من سماحتكم أن توجهوا نصيحة إلى أولئك الرقاة الذين يستعجلون في إصدار الأحكام إما بالعين أو بالسحر ونحو ذلك على من يرمونهم. الراقي لا بد أن يكون عنده معرفة بالرقية وأن يكون صحيح العقيدة, يكون صحيح العقيدة وعارفاً بأحكام الرقية. ما كل إنسان يكون عنده عقيدة صحيحة, أو ما كل إنسان يكون عارفاً بأمور الرقية الشرعية. والراقي إذا كان عنده علم وعقيدته صحيحة ما عليه إلا أن يقرأ ويدعو للمصاب. وأما أن يقول له أنت مسحور, أنت فيك عين, أنت, هذا لا يجوز. يقول أنت مريض وأنا أقرأ عليك والأمر بيد الله سبحانه وتعالى فقط, هذه وظيفته. أما أنه ما هو بطبيب يشخص ولا يدري, ولا يجوز له أنه يقرن بين الناس يقول سحرك فلان وسحرك فلان ويوقع العداوة بين الناس, ما يجوز. عليه أنه يقرأ عليه ويدعو له فقط, ولا يقول أنت مسحور, أنت فيك عين, أنت فيك كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قلتم في درس الفجر بأن العالم إذا عرف بآرائه الشاذة المخالفة أنه ضال, ثم قلتم بأنه تجب مؤازرة العلماء والدعاة, أي غير الضالين, تجب مؤازرة العلماء والدعاة غير الضالين. أما علماء الضلال فلا يجوز لنا مؤازرتهم ولا معاونتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول طلب مني دفع رشوة لقضاء بعض مصالحي وهي من حقي الشرعي, فهل يجوز لي ذلك؟ لا, لا يجوز لك دفع الرشوة, لأن الرسول لعن الراشي والمرتشي, فكيف ترتكب اللعنة وتدفع الرشوة؟ ما يجوز هذا. لكن طالب بحقك في الطرق الشرعية, فإن حصلت عليه فالحمد لله, وإلا فليس بيدك حيلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول تنتشر في المنطقة عادة بأن الميت إذا مات فإنه تقام وليمة لولد الميت تسمى كرامة للميت, وذلك من أقارب ولد الميت أو زملائه, وذلك كعادة متبعة لا تترك, فما حكم هذا العمل؟ السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويقدم لهم, هذا هو السنة, وما زاد عن ذلك فلا أصل له وهو مخالف للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ آمل منك أن تتحدث عما عن الهجمة الشرسة على المرأة وبيان المخرج من هذه المحنة. الحمد لله, المرأة الله جل وعلا رسم لها طريقها وبين آدابها, فعلى المرأة المسلمة أن تتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها, وأن تمتثل أمر الله ورسوله بالحجاب وعدم الاختلاط وعدم ما وتجنب ما نهى الله عنه من سفرها بدون محرم, وأن تلزم البيت إلا للحاجة الضرورية, تخرج مع الاحتشام ومع التحفظ. عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى هذه الهجمة الشرسة والكلاب المسعورة, لا تلتفت لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. كل من أراد أن يحج حجة الإسلام وعليه دين لم يستطع قضاءه وينوي أن يحج هذا العام ولديه مبلغ من المال يكفي لحجه, فهل يحج أم يبدأ بقضاء دينه؟ ليس عليه حج, هذا ليس عليه حج. الحج على المستطيع, من استطاع إليه سبيلا, والذي عليه دين وليس عنده ما يسدده هذا ليس عليه حج, يسدد الدين أول. فإذا سدد الدين وبقي عنده شيء يحج, وإلا فالدين ألزم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول ما حكم الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ لا بأس به عند جمهور أهل العلم,
لأنه لا يبنى عليه حكم شرعي من وجوب أو استحباب أو كراهة أو تحريم، وإنما فيه الحث على الطاعة والنهي عن المعصية، وهذا له أصل في الكتاب والسنة. الحث على الطاعة موجود في الكتاب والسنة، والنهي عن المعصية موجود في الكتاب والسنة. فإذا كان الحديث الضعيف والذي لم يتناهى ضعفه ويشتد ضعفه، هذا يعمل به في الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هل يعق عن الحمل السابق ميتا؟ إذا بلغ 4 أشهر يأخذ حكم الإنسان من حيث الجنازة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى، يجعل له أبوه اسم ويعق عنه، أيضا يعق عنه، يذبح عنه ذبيحة، هذا من السنة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم أخذ سيارة العمل واستخدامها في الأغراض الخاصة؟ لا يجوز هذا، سيارة العمل للعمل، لا تستخدمها لعملك أنت وأغراضك الخاصة. خذ سيارك، كان لك سيارة، وإلا استأجر، استأجر ولا تأخذ سيارة العمل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من أخذ قرضا من أحد البنوك سواء كان سيارات المسوق، علما بأن البنك لا يملك تلك السلعة إلا بعد أخذ ضمانة من المقترض؟ هذا لا يجوز، يبيع سيارة وهو لا يملكها ثم يذهب يشتريها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فيشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع قبل العقد، أن يكون البائع مالكا للمبيع قبل العقد، وإلا لا يصح البيع. نعم.